جلوبال جرين بلانت للتنمية الزراعية. هذا البرنامج برعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات الحصاد اللي هي بتبقى متقسمة جزئين، جزء للأخبار والجزء الثاني للمناقشات واللقاءات في الموضوعات المهمة والمختلفة. النهاردة عندنا موضوعين هنفردهم إن شاء الله على طاولة الحصاد. عندنا موضوع هو عنوانه تحديات بتواجه المهندسات في حقل العمل. هكون إن شاء الله يعني بصحبتنا مهندستين في منتهى النشاط والقوة والإرادة أيضا، هنشوف إيه التحديات اللي بيواجهوها في مجال العمل. والموضوع الثاني هيبقى عن سيادة زراعة القطن. إحنا إن شاء الله آملين إن من هنا ورايح نبدأ في خطوات استعادة العرش الملكي مرة أخرى للقطن المصري. ده هيكون موضوعنا إن شاء الله، كيف السبيل لذلك؟ إزاي نقدر إن احنا نوصل مرة أخرى لتحقيق هذه المكانة المهمة للقطن المصري اللي هو كان دعامة أساسية من دعامات الاقتصاد المصري. مواضيعنا دي إن شاء الله هنفردها مشاهدينا الكرام على طاولة الحصاد زي ما قلت لكم، ولكن بعد فقرة الأخبار اللي هنبدأها دلوقتي. أول خبر عندنا عنوانه بيقول البيان الحادي عشر للقيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية سيناء 2018. ده عنوان بتاعنا، لكن التفاصيل يعني هنقولها بشكل مقتضب كده، إن القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت النهاردة في بيان رقم 11 الخاص بالعملية الشاملة سيناء 2018 إن أبناء مصر من أبطال ومقاتلي القوات المسلحة والشرطة قاموا بتنفيذ المهام القتالية بكل عزيمة وإصرار للقضاء على العناصر الإرهابية وتأمين الأهداف الحيوية. العملية بقى أسفرت عن إيه والنتائج كانت إيه والأرقام والتفصيلات دي كلها مشاهدينا الكرام بندعوكم لمتابعتها من خلال هذا البيان القادم من القوات المسلحة وهو البيان رقم 11. نسمعه ونعود إليكم مرة أخرى. استكمالاً لتطهير شمال ووسط سيناء، يواصل أبناء مصر من مقاتلي القوات المسلحة والشرطة تنفيذ المهام القتالية بكل عزيمة وإصرار للقضاء على العناصر الإرهابية وتأمين الأهداف الحيوية والمرافق وأهداف السيطرة القومية والطرق المؤدية لها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في إطار تنفيذ عملية المجابهة الشاملة سيناء 2018. وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية: قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 8 أهداف تستخدمها العناصر الإرهابية كأماكن للإيواء والاختباء من قوات التمشيط والمداهمة، القضاء على 4 عناصر تكفيرية شديدي الخطورة بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم.
اكتشاف وتدمير مركز إرسال إذاعي خاص بالاتصالات اللاسلكية للعناصر الإرهابية. القبض على 112 فردا من المطلوبين على ذمة قضايا والمشتبه بهم. ضبط وتدمير والتحفظ على 13 سيارة و27 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال عملياتها الإجرامية. نسف وتدمير 350 ملجأ ووكرا ومخزنا تم اكتشافها خلال عمليات التمشيط لمناطق مكافحة النشاط الإرهابي. عثر بداخلهم على عدد من العبوات الناسفة وكميات من الذخائر وأجهزة الاتصال اللاسلكية. اكتشاف وتدمير عدد من الخنادق المجهزة هندسيا. قيام العناصر التخصصية للمهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 41 عبوة ناسفة تم زراعتها بمناطق العمليات. اكتشاف وتدمير 13 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر، واستكمالا للمهام القتالية للقوات البحرية، قامت القوات الخاصة البحرية بتأمين المسرح البحري والمسطح المائي أمام مناطق العمليات، مع استمرار تفتيش كافة السفن والعائمات المشتبه بها للتأكد من خلوها من أي عناصر إرهابية هاربة أو أسلحة أو ذخائر، مع فرض السيطرة الكاملة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. فيما واصلت القوات الجوية بالتعاون مع عناصر حرس الحدود والتشكيلات التعبوية في فرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية، وقد أسفرت عن ضبط عدد من محاولات التهريب والهجرة غير الشرعية في الاتجاهين الغربي والجنوبي. دفع المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة ل598 كمينا ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق والمحاور الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي بكافة مدن ومحافظات الجمهورية. ويواصل رجال القوات المسلحة والشرطة تنفيذ مهامهم القتالية للذود عن تراب الوطن ورفع رايته بكل عزيمة وإصرار، لتظل مصر قوية مصانة بعطاء أبنائها المخلصين. وما زال العطاء مشاهدينا الكرام مستمرا، وأي عطاء ده أجود عطاء ممكن يجود به أي إنسان وأي مواطن. لدينا الآن مجموعة من العطاءات التي تستدعي الفخر الحقيقي لينا كمواطنين ولكل الأمة العربية على هذه الجنود البواسل الذين يدافعون عن الوطن وعن الأرض.
تحية لكل عسكري ولكل جندي ولكل من يسهم في هذه العملية الكبيرة، وهي عملية سيناء 2018، هذه العملية التطهيرية، ونتمنى إن شاء الله إنها تنتهي على خير وسلام، وهذه الفرحة اللي احنا بنتسناها كلنا، الفرحة العارمة والعامرة التي ستعمر الديار والأراضي وكل المنطقة العربية بأسرها. مش مصر وبس، مصر بتحارب الإرهاب، مصر الآن بتحارب الإرهاب و بتدفعه وبتدرأه عن العالم أجمع. تحية لمصر وتحية للقوات المسلحة وتحية لكل الجنود المرابطين هناك في أرض سيناء. نستكمل مشاهدينا الكرام مجموعة الأخبار. عندنا عنوان بيقول الرئيس السيسي: مصر دولة قانون وليس لديها ما تخفيه في موضوع الغاز. وطبعا احنا عارفين هذه الالتباسات وهذه الرؤى اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة الرئيس لابد أن يتحدث الآن، وهو تحدث وأوضح الرؤية كاملة، مفيش مجال بقى بعد كده أن أي حد يتكلم. بيقول في الوقت اللي بيحمي فيه أبطال القوات المسلحة سيناء، الرئيس النهاردة ده الخبر بيقول زار مركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار ووجه العديد من الرسائل المهمة للشعب المصري وللمستثمرين كمان. خبرنا بيقول إن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار مركز خدمات المستثمرين، والرئيس استمع عقب وصوله إلى مقر وزارة الاستثمار إلى كلمة من كل من محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية ودكتورة سحر ناصر، اللي تناولوا التحديات التي واجهت جهود تحسين مناخ الاستثمار وما استلزموا من تنسيق وعمل مشترك بين جميع الوزارات والجهات المعنية. كمان تم استعراض المحاور الرئيسية لاستراتيجية تحسين مناخ الاستثمار واللي استندت إلى إجراء الإصلاحات التشريعية والمؤسسية اللازمة، ده طبعا فضلا عن إعداد خريطة استثمارية متكاملة لمصر وإنشاء المناطق الاستثمارية الحرة الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص، وده طبعا إلى جانب تطوير البنية التحتية وتوفير الطاقة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وسرعة تسوية المنازعات الخاصة بيهم. والرئيس أعرب في مداخلته عن تقديره للجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، أكد على أهمية قيام المسؤولين بتفقد الإجراءات اللي تم لتقييم الأوضاع على أرض الواقع، مشيرا إلى ضرورة تفعيل مجموعة المتابعة والتحفيز اللي بتتكون من الشباب من أجل رصد أي أوجه قصور قد يعني تدخل الدولة فيما يتعلق بما أثير مؤخرا بصفقة استيراد الغاز من إسرائيل، وأعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية على لسان رئيس حكومتها اللي هو بنيامين نتنياهو بداية الأسبوع. في الحقيقة الرئيس أشاد بالاهتمام الذي أبداه المواطنون خلال الأيام الماضية بموضوع الغاز وما يعكسه من حرصهم طبعا على مقدرات وطنهم، موضحا أن موضوع استيراد الغاز من إسرائيل ده قام بيه القطاع الخاص، منوها إلى دعم الحكومة لهذه الخطوة وأنه ما عندناش ما نخفيه في هذا الموضوع على الإطلاق. وأكد الرئيس على أن مصر بتسعى إلى أن تكون مركزا إقليميا للطاقة، وهو ما يتطلب تعظيم الاستفادة مما لدى مصر من شبكات وقدرات ومنشآت في معالجة الغاز الخام الذي تم اكتشافه في حقول شرق المتوسط سواء في مصر أو الدول الأخرى. وأضاف الرئيس أن الغاز الذي سيتم استيراده سيعالج في المنشآت المصرية مقابل القيمة المناسبة، وسيتم إدخاله على الشبكة القومية لتكون أو ليكون متاحا إما للاستهلاك المحلي أو للتصدير، مشددا على أن ما يمثله هذا يعني هذه الخطوة طبعا هي خطوة مهمة علشان مصر تصبح مركز إقليمي للطاقة بما في ذلك من إيجابيات، طبعا لا سيما في ضوء وجود دول أخرى منافسة لهذا المجال في نفس المنطقة اللي احنا عايشين فيها أو في منطقة الشرق الأوسط بأكمله. لكن هنا الإشارة واضحة والأمور مطمئنة، بل الأمور تسير في الإيجابية بشكل قوي جدا. نسمع كده مشاهدينا الكرام هذه الكلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيداته للي جاء في مفاد هذا الخبر. نشوف كده مشاهدينا الكرام هذه الكلمة. يعني الموضوع ده بتاع استيراد الغاز من إسرائيل ده القطاع الخاص اللي عمله، لكن احنا كدولة نتصدى، احنا ما عندناش حاجة يعني نخبيها يا مصريين. احنا تقريبا وفي كلام برضو حقدر اقول، وفي كلام مش كل الكلام ينفع يتقال يعني، لكن اللي انتوا لازم تعرفوا ان احنا في مصر هنا تقريبا منتجاتنا اللي بنستهلكها
كمشتقات سواء كان غاز أو سولار وبنزين وكلام، بيتراوح بين 1.3 مليار ل 800 مليون في الشهر. يعني لو قلنا متوسط تقريبا مليار جنيه حسب أسعار المنتجات ديت، يعني حوالي 12-13 مليار جنيه في دولار آسف في السنة. ده حجم المشتقات اللي احنا او المنتجات الطاقة سواء كانت غاز او مشتقات بترولية بنستهلكها في السنة. دي طبعا كان جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة، واللي جاءت توضيحية لهذا اللبس اللي جاء عند المواطنين، واللي كان يعني الحقيقة انفرد بشكل كبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. أعتقد أن الأمور دلوقتي بقت واضحة والأمور مطمئنة بل ومشجعة أيضا كمان. وأنا بس هعيد كلمة من اللي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مش كل حاجة بقى لازم نقعد نقولها، لازم كلنا نبقى مطمئنين أن الدولة بتسير بخطى ثابتة وخطى جريئة، وإن شاء الله تكون أيضا كمان وتيرتها سريعة وحتتسرع كمان في المرحلة المقبلة. طيب معانا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الحليم سالم رئيس القسم الاقتصادي بجريدة اليوم السابع. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك وأهلا بكل مشاهدي قناة مصر الزراعية. أهلا يا فندم بحضرتك. الحقيقة يعني عايزين نوضح هذا الالتباس الموجود عند رجل الشارع المصري، وطبعا احنا عارفين هو جاي لنا منين، يعني احنا عندنا وكالات وقنوات بتحاول انها يعني تبلبل الرأي العام المصري، خصوصا ان هناك تصريح من الرئيس او رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال ان ده او هذا الاتفاق في هذا المجال وهو يعني تصدير الغاز لمصر ان ده يعتبر عيد، يوم عيد لدى الحكومه الاسرائيليه. عايزه توضيح من حضرتك. في البدايه اريد ان طبعا اوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه على افتتاح واحد من اهم مجمعات الاستثمار ليس في مصر فقط بل في الشرق الاوسط، والمقام على احدث طراز اليوم في وزاره الاستثمار بحضور طبعا الدكتوره صحه ناصر وزيره الاستثمار وسبعه من وزراء الحكومه واللواء محمد عرفان رئيس هيئه الرقابه الاداريه طبعا بالاضافه الى المهندس شريف اسماعيل رئيس الحكومه. ده في البدايه ما اريد ان اوضحه انه الامر ببساطه أنه مصر أصدرت قانون للغاز وقانون لتداول الغاز، وهذا القانون معناه أنه يحق لأي شركة، وأنا أؤكد على ذلك، يحق لأي شركة أو لأي جهة خاصة أن تستورد الغاز من إسرائيل وأن تعيد تصديره مرة ثانية إلى أوروبا، وهذا هو الهدف الأسمى. وبالتالي الشركة المصرية التي سوف تستورد كميات غاز من إسرائيل بنحو 15 مليار دولار، عايز اقول لحضرتك ان اغلب هذه الكميات سوف يتم تسييلها في مصر، وبالتالي توفير مئات فرص العمل وتوفير يعني الملايين من العمله الصعبه لمصر، ثم اعاده ارسالها مره اخرى الى اوروبا. هذا معناه امرين، الامر الاول كما ذكرت حضرتك في مقدمه الخبر ان تتحول مصر الى مركز كبير للطاقه، الامر الثاني انه الشعب المصري يقدم هديه للشعوب الاوروبيه التي وقفت بجوار مصر، وهذا امر محمود للغايه، وبالتالي سوف تحرص الشعوب الاوروبيه التي يوفر لها الشعب المصري الغاز على استقرار مصر وعلى سلامه مصر وعلى امن مصر. بالطبع قد تصاب تركيا بحاله من الهستيريا نتيجه هذا الاتفاق، قد تصاب قطر ايضا التي تعد المنتج الاول للغاز المسال في العالم بحاله من الذهول والهذيان. هذا امر طبيعي للغايه، من حق مصر ان تنال مكانتها يعني الحقيقيه والواضحه والتي بالفعل عادت مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم في البلاد، والدليل على ذلك عوده العلاقات وعوده الدفء الى بين القاهره وبين العواصم الافريقيه، بالاضافه الى تغير الموقف السياسي الاوروبي والموقف السياسي الامريكي مما يحدث في مصر. الامر الثاني والمهم الذي اريد ان اؤكد عليه انه لابد ان يعرف المواطن ان هناك خلافات كبيره وان هناك قضيه تحكيم دوليه مقامه من اسرائيل ضد مصر، وكل الطرق تؤدي الى ان نخسر هذه القضيه نتيجه لوقف تصدير الغاز المصري الى اسرائيل نتيجه العمليات الارهابيه التي كانت تحدث في سيناء، وبالتالي هذا سوف يكون حلا من الحلول لكي يتم الصلح في هذه القضيه. اذا نحن نتحدث عن استثمارات وعن بيزنس، ودائما العلاقات
بين الدول هي علاقات بيزنس وعلاقات استثمار وليست علاقات حب وكره. نؤكد ايضا للمشاهد انه تربطنا باسرائيل اتفاقيه سلام وعلاقات حسن جوار، بالتالي لابد الا يحاول البعض يعني كما يقولون تعكير صفو المساله. لا، انا ارى انها خطوه ايجابيه من الشركات الخاصه المصريه للعب دور محوري في مجال الطاقه سواء في منطقه الشرق الاوسط او في اوروبا. وهذا الامر يعني ربما ما اثير حوله من لغط كثير ان تركيا سوف تتاثر كثيرا بهذا الامر وان قطر سوف تتاثر كثيرا بهذا الامر، لان مصر يعني سوف تكون المصدر الاساسي للغاز سواء من حقل زهرة العملاق في البحر الابيض المتوسط او من الكميات الغاز التي ستاتي وتتدفق من اسرائيل وتعالج في مصر ثم يعاد تصديرها مره اخرى الى السوق الاوروبيه، او حتى ان كان هناك احتياج محلي لها سوف يتم استخدامه. نعم استاذ عبد الحليم، هناك تساؤل اخر، يعني اذا كان الموضوع يعني هيعمل هذه النقله الكبيره لمصر اقليميا وايضا كمان ستكون اشبه ما يعني ما ممكن نقوله لها مهيمنه على الطاقه والغاز في منطقه الشرق الاوسط، اذا فلماذا اسرائيل لا تقوم بانشاء هذه المصانع لتسييل الغاز وهي بنفسها تاخذ هذا الدور؟ هنا انا محتاجه توضيح لان رجل الشارع ايضا كمان يسال عن مثل هذا السؤال. إجابة هذا السؤال أن إسرائيل لكي تقوم بهذا الدور فهي تحتاج إلى مادة أنابيب بحرية من لنقل هذا الغاز، وهذا قد يتكلف فوق $20 مليار، وال20 مليار أكبر من قيمة الصفقة. الأمر الثاني أيضا أن إسرائيل تريد أن تصدر كميات لفترة محدودة لأن الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد متنامي، وبالتالي خلال الخمس سنوات القادمة لن يتم تصدير الغاز من إسرائيل لأنه إسرائيل سوف تحتاج هذا الغاز. فإذا كانت إسرائيل سوف تصدر غاز ب15 مليار، لماذا تنشئ أنابيب ب20 مليار؟ هذا هو مربط الفرس. بالتالي إسرائيل يعني أرادت أن تستغل أنه بطبيعة الحال هناك أنبوب غاز يمتد من الجانب المصري إلى الجانب الإسرائيلي موجود حاليا، يعني مش لن يتم عمل أنبوب غاز جديد. أولا طريقة سهلة. الأمر الآخر أيضا أنه المسافة البحرية بين يعني من شمال مصر إلى أوروبا أقرب كثيرا من المسافة البحرية من قرب الحقول الإسرائيلية إلى أوروبا، وبالتالي المسألة في المقام الأول لإسرائيل هي مسألة مربحة، وأيضا هي مسألة مربحة إلى الشركة المصرية التي تستورد هذا الغاز. المسألة برمتها هي مسألة تجارية بحتة، هي بتعلي من قيمة مصر في الوقت نفسه، وأيضا بتوفر فرص عمل كما ذكرت لحضرتك، وفي نفس الوقت يعني نقدر حل قضية التحكيم الدولي المصارع منذ 3 سنوات. نعم أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد الحليم سالم رئيس القسم الاقتصادي بجريدة اليوم السابع. والرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة مشاهدينا الكرام هو لم ينزعج من مثل هذه التساؤلات، ولم ينزعج أيضا كمان من يعني هذا التوتر اللي كان حصل في هذه الفترة بالنسبة لهذا الموضوع، وقال ان ده معناه ان رجل الشارع قلبه فعلا على مصر وبيفكر. لكن هنا احنا لازم نقول كلمة، بما ان عندنا المواطنين بدأوا يفكروا ويعملوا العقل، فلازم هم يستطيعوا ان يأخذوا المعلومة الجيدة من القناة الجيدة او السبيل الجيد. ما نحاولش ابدا نفتح قنوات أو نسمع لآراء إحنا عارفين كويس قوي إنها مسمومة ونسيبها تأثر علينا، وبالتالي يعني تهدم من جوانا من يعني ثقتنا ومن رؤيتنا وأيضا كمان ثقتنا بمقدراتنا والنعم اللي ربنا حبانا بيها. يعني دي جزئية. الجزئية الأخرى، علشان أتثبت من معلومة أقرأ لكل الاتجاهات، ليه ما بنقراش الصحف الإسرائيلية؟ ليه ما بنجيبش الصحيفه زي دعوت احرنوت مثلا؟ ليه ما بنشوفش ايه اللي قاله الشارع الاسرائيلي على هذا التصريح الذي اعلنه بنيامين نتنياهو؟ الشارع الاسرائيلي عارف كويس قوي ان هذا التصريح هو مضلل، والمقصود به هو ان هو يعني يضرب يعني عصفورين بحجر واحد، وهو ان هو يبين نفسه ان هو قد ايه بطل بالنسبه للشارع الاسرائيلي، وان هو ايضا كمان يبين ان هو لديه رؤى اقتصاديه ناجحه، وكمان يحدث بلبله في الشارع المصري انه عارف ان مثل هذه التصريحات ستستفز المصريين.
فبالتالي لن تنطلي أبدا على المواطن الإسرائيلي مثل هذه التصريحات. لو إحنا كنا قرينا وبدأنا إن إحنا زي ما بنبحث كده على الفيسبوك ونبدأ نقرأ، لو إحنا كنا قرينا وتعبنا نفسنا شوية ودخلنا على المواقع الإسرائيلية كنا هنفهم حقيقة الأمر. لازم كل مواطن فينا يبدأ يشغل عقله ويبدأ أيضا كمان يبحث هذا البحث الإيجابي. ننتقل بقى للخبر اللي بعد كده. الزراعة بتقول اجتماعات الفاو سنعتمد برامج لتحقيق الحفاظ على استدامة الموارد البحرية والنهرية. يشارك الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بكرة في اجتماعات الدورة 30 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بحضور وزراء الزراعة من دول قارة إفريقيا اللي بتعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم. الدكتور عبد المنعم البنا أكد النهاردة في تصريحاته الصحفية على أهمية الاجتماعات والتي يشارك فيها 38 وزير زراعة من الدول الإفريقية، وأيضا كمان بيشارك فيها كبار المسؤولين والخبراء من دول القارة السمراء وخارج القارة. طبعا كل ده للوقوف على آخر التحديات المتعلقة بالأغذية والزراعة لتعزيز الترابط الإقليمي فيما يخص السياسات العامة العالمية والقضايا السياسية المختلفة. وكمان قال وزير الزراعة إن الاجتماعات حينتج عنها عدد من التوصيات والتوجيهات والتي ستعد بمثابة برنامج عمل المنظمة ومكتبها الإقليمي خلال العامين القابلين، لافتا إلى أن أجندة المؤتمر بتتضمن عدد من الموضوعات من بينها أوضاع الأمن الغذائي في إفريقيا ووضع المكاتب اللامركزية وتشغيل الشباب في القطاع الزراعي والتنوع البيولوجي وتأثير التغييرات المناخية على القطاع الزراعي في إفريقيا بأكملها. طيب احنا بعد كده عندنا مشاهدينا الكرام، لدينا هننتقل لاخر خبر عندنا. الزراعه بتعلن الاستعانه بخبره نيوزيلندا لتنفيذ نظام سلامه سلسله الانتاج الحيواني. التفاصيل بتاعت الخبر ده بتقول ان قالت الدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعه واستصلاح الاراضي لشؤون الثروه الحيوانيه والداجنه والاسماك انه تم الموافقه بالفعل على الاستعانه بالخبره النيوزيلنديه لتنفيذ منهجيه تقييم النظام الكلي لنظام سلامه المنشات الغذائيه بكافه عناصر سلسله الانتاج والتصنيع بدءا من المزارع السمكيه ومرورا بالمجازر والتجهيز، وده طبعا طبقا للمواصفات القياسية الدولية لسلامة الغذاء بديلا عن نظام التقييم الفردي للمنشآت في مصر. جاءت تلك التصريحات على هامش اللقاء الذي عقدته نائب وزير الزراعة مع سفير بارني ريلي سفير نيوزيلندا بالقاهرة بحضور مساعد سفير نيوزيلندا بالقاهرة والدكتورة كيتي أوين مستشارة وزارة الصناعات الأولية للنفاذ إلى الأسواق من الجانب النيوزيلندي، واللي بتأتي طبعا تنفيذا لتكليفات الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل التوصيات الناتجة عن توقيع ملحق اتفاقية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ونيوزيلندا. معنا دلوقتي على تليفون دكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك. دكتورة منى برحب بحضرتك يا فندم. أستاذة نادية أهلا يا فندم بحضرتك، مساء النور. أهلا يا فندم بحضرتك، أخبار جيدة جدا الحقيقة اللي احنا بنسمعها دي عن هذا التعاون والاستعانة بالخبرة النيوزيلندية يا فندم. الإطار التعاون هيبقى عامل إزاي والخبرة اللي احنا ممكن نكتسبها إن شاء الله من هذا البروتوكول الموقع ما بين الجانب المصري والجانب الآخر هتبقى عاملة إزاي يا دكتورة منى؟ احنا الحقيقة الاجتماع اللي تم كان نتيجة زيارة سابقة للوفد مصري وأنا كنت على رأس هذا الوفد إلى نيوزيلندا. هناك تم مقابلة المسؤولين ووزير الزراعة أو وزير الصناعات زي ما بيسموه، وبعد كده احنا زرنا جميع المنشآت من أول المزرعة لمصانع اللقاحات، وزرنا عملية الذبح في المجازر وعملية تصنيع اللحوم. والحقيقة هم عندهم نظم مؤسسية يتم تطبيقها وبحرفية، وهم من البلدان اللي انتاجيتها عالية في انتاج اللحوم سواء اللحوم الأبقار وكمان لحوم الأغنام، ومن الأنواع الجيدة لأن هو كل التغذية عندهم على المراعي الطبيعية. عندهم نظم مؤسسية للتقصي وعملية المتابعة وعملية ريسك أناليسيس، كل ده عندهم نظام احنا
عملنا له مراقبة وعملنا له تقييم، وكان زملائنا متخصصين في تقييم المنشآت وفي الإبيديميولوجي، وكل الزملاء الحقيقة قاموا بدورهم. فكان المبدأ أن يكون في مذكرة تفاهم كانت تم بيننا وبينهم. وبعد كده الحقيقة زيادة السفير والفريق المعاون جاء عمل اجتماع عندنا في وزارة الزراعة، واتفقنا على بنود ان احنا هيكون في تدريب للمصريين سواء في تخصص علم الأوبئة او في علم تتبع بالنسبة لمنشآت الانتاج الحيواني من المزرعة الى الاستهلاك الآدمي، وده سلسلة تتبع سلامة الغذاء وضمانة وصول المنتج الى المستهلك بصورة آمنة وجيدة وصحية. كمان احنا الحقيقة كانت من الحاجات المهمة ان احنا هننقل هذا النظام، نظامهم نظام عالمي وهيتم نقله في مصر، وده هيساعدنا في المرحلة اللي جاية في تطبيق سلامة وأمن المنشآت الغذائية المصرية. فهيجي منهم خبراء لمصر يدربوا، هيسافر من عندنا أطباء بيطريين للتدريب برضو في الخارج. عندنا كمان إحنا اتفاقية على إن هم يمدونا بآليات تربية الأغنام، ويعطانا سلالات خاصة أمهات الأغنام، سلالات تتماشى مع المناخ المصري، وكمان زراعة الأعلاف بنقول في الأماكن الهامشية في مصر اللي هي على الأمطار لتحسين طبعا نظم الرعو في مصر، أو تقديم أعلاف غير تقليدية للأغنام. نعم. الحقيقة هم كمان كانوا بيطالبوا بزيادة التجارة والتعاون ما بيننا وما بينهم، وإحنا كنا بنطالب إن إحنا ده إذا كنا هنستورد لحوم وكبدة وهم عندهم إنتاج متميز، فده علشان نزود خطوط الشحن فلازم يكون في تبادل تجاري جايلنا وواخد من عندنا. وهم الحقيقة زودوا كمية الاستيراد البرتقال تضاعف، واحنا طالبنا بان يزيد اكثر علشان يزيد خطوط الشحن ما بين البلدين. نعم، دي افاق كثيره جدا في هذا الاطار دكتوره منى. الحقيقه يعني عمليه تدريب ايضا كمان للكوادر الموجوده عندنا، وانهم يسافروا ياخدوا خبره جديده من نيوزيلندا، وايضا كمان هذه الافاق الجديده في التعامل في هذا الموضوع والخبره اللي احنا هناخدها منهم في اداره هذا الملف، الامر يعني الحقيقه هايل جدا. ولكن الاطار الزمني احنا ان شاء الله هنبدا التفعيل امتى؟ يعني هيكون الامر ده قريب؟ ايوه احنا في ابريل هيبقى اول وفد يجي علشان نحط خطه تدريبيه ويشوف احنا ايه نقط الضعف اللي احنا عايزين نقوي فيها، وعلى طول بعدها هيتم سفر زملائنا الاطباء البيطريين الى نيوزيلندا لتدريب على راس الحقل زي ما بيقولوا، تدريب عملي في المناطق المختلفه بالنسبه لقطاع الثروه الحيوانيه. فالبدايه هتبقى في ابريل ان شاء الله، قد يمكن اللي هيتاخر شويه لحد ما يبقى في اجراء اخر هو عمليه الاعلاف، لانها تجيها اخرى في الزراعه هتقوم بدورها في التعاون معنا في زراعه الاعلاف على الامطار في المناطق الهامشيه في مصر ان شاء الله، مرسى مطروح مثلا وزي سينا وهكذا. تمام، يعني ملف الاعلاف ده لوحده الحقيقه يعني لو تم انجازه دكتوره منى يبقى احنا ان شاء الله حلينا ازمه كبيره جدا في هذا الملف. يعني نتمنى ان شاء الله ان سعر الاعلاف تنخفض شويه، علشان ايضا كمان بعد كده سعر اللحوم ان شاء الله تكون منخفضه ومتناول الجميع، ولو اننا دلوقتي طبعا بدانا نلمس هذا الانخفاض الواضح في سعر اللحوم. شكرا جزيلا يا فندم، وان شاء الله من تقدم كمان. اتفضلي حضرتك. احنا النهارده لما بنفتح سوق اسواق اخرى لاستيرادنا من اللحوم الحمراء او الكبده تحديدا، فده بيعمل تنافسيه في السوق وده لصالح المستهلك، ودي من الحاجات الهامه اللي احنا حاطينها في اعتبارنا ان احنا نستورد من بلاد
ذا طبيعة خاصة خاصة في المراعي الطبيعية إنتاجيتها متميزة، وده ممكن يعمل تنافسية كويسة جدا في الاستيراد ويؤدي إلى انخفاض أسعار اللحوم المستوردة والكبدة. نعم، هايل جدا، ونتمنى التوفيق إن شاء الله لهذا المشروع، ويعني بإذن الله كل هذه الخطوات تكلل بالنجاح سريعا. شكرا جزيلا دكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والدجنة والأسماك، شكرا يا فندم وبالتوفيق إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، احنا كده مجموعة الأخبار عندنا خلصت. إن شاء الله بعد الفاصل هيكون عندنا الموضوعين اللي احنا استعرضناهم على حضراتكم قبل فقرة الأخبار. عندنا الموضوع الأول هيكون تحديات بتواجه المهندسات في حقل العمل، والضيوف عندنا هي المهندسة وديان الجزار مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الري، وأيضا المهندسة ماري كريم عطلة مهندسة صرف حوش عيسى وأبو المطامير. ضيفاتي إن شاء الله هيكونوا معانا بعد هذا الفاصل القصير، ما تروحوش في اي حته، تعالوا نشوفوا التحديات ان شاء الله، ونشوف ازاي قدروا الجنس الناعم يتغلب على هذه التحديات المختلفه.